مشاهدي قناة شوف تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من إقليم قلعة سراغنة ومن ضواحي قلعة سراغنة. مشاهدينا اليوم انتقلنا لضواحي قلعة سراغنة، إذن كما قلت متابعينا بعد التساقطات المطرية الأخيرة اللي عرفتها البلاد ديالنا الحمد لله، كنشوفوا مجموعة ديال الفلاحة اللي انتقلوا الأراضي الغير السقوية أو الأراضي البورية هنا بالمنطقة، واللي منطقة قلعة سراغنة تعرف يعني واحد الأراضي كثيرة الغير السقوية، واللي إلى جاب الله سبحانه وتعالى أمطار الخير يعني كتكون يعني موسم فلاحي اللي تعطي واحد المنتوج كبير هنا بالمنطقة. لأن كما كتتابعوا معنا في هذا الأثناء عملية الحرث بمنطقة قلعة سراغنة أو إقليم قلعة سراغنة، كما قلت في هذه الأراضي غير السقوية، لأن مشاهدينا بعد التساقطات المطرية اللي عرفتها بلادنا الأسبوع المنصرم كنشوفوا اليوم واحد العدد كبير ديال الفلاحة بالمنطقة اللي انتقلوا الأراضي ديالهم الغير السقوية في بداية الموسم الفلاحي. اللي كنتمناه من الله سبحانه وتعالى باش تتم عملية الحرث في هذه المناطق الغير السقوية بعد التساقطات المطرية اللي عرفتها البلاد ديالنا، فنتمنى من الله سبحانه وتعالى تكون بداية موسم فلاحي بداية موفقة، ونطلب الله سبحانه وتعالى باش يرحمنا بالأمطار ديالو أمطار الخير. فمنطقة قلعة سراغنة ورحمنا كما قلت، فكنشوفوا مجموعة من الفلاحة في هذه المناطق الغير السقوية أو المناطق البورية. جي معايا السي عبد الرحمن، اجي معايا اي اجي معايا دابا وريني ما نقول انا غن... نعم شنو هي هادي فارينه ياك؟ هادي فارينه فارينه ولا القمح؟ اجي معايا اجي معايا هاك تفضل خذ معايا الميكرو انت مباشره على قناه شوف تي في. أنا يعني بعد التساقطات المطريه اللي عرفتها بلادنا خلال الاسبوع المنصرم كنشوفكم اليوم انتقلتوا لهاد الاراضي الغير السقويه كما كتسميوها انتم الاراضي البوريه. يعني انتم كتحرثوا اليوم كتحرثوا على امطار الخير، وكلكم امل في امطار الخير ديال الله سبحانه وتعالى الاسبوع المقبل ان شاء الله او الايام المقبله باش تكون بدايه سنه فلاحيه موفقه.
احكي لنا كيفاش كتتم هذه العمليه ديال الحرث. شوف لله. عندي شوف عندي الحمد لله تنتوكين على الله وتنحرثوا كل شيء على الله تبارك وتعالى من طاحت الشتاء امطار الخير لازم الناس يحرثوا احنا تنحرثوا متوكين على الله ونطلبوا الله يكمل بخير وعلى خير وهذا الشيء اللي كاين يعني هاد الاراضي الغير السقويه كتعتمد على الامطار ديال الله سبحانه وتعالى. صافي داكور دائما وكنعرفوا ان واحد النسبه كبيره من الاراضي ديال الاقليم قلعه سراغنا ورحمنا الغير سقويه واللي كتعتمد على الامطار الشتويه. الى جا الخير في هذه المنطقه احكي لنا على المنطقه. الى جا الخير هنا تبارك الله الى جا الخير سبحان الله المغرب صافي كله مشى بخير وعلى خير. الى جا الى جا الخير في سراغنا ورحمنا صافي مشى المغرب كله بخير وعلى خير. يعني هاد الاراضي اللي كنعرفوا ان واحد المساحه كبيره اللي كانت الغير سقويه بالمنطقه ديال رحامنا وسراغنا كما قلتي الى جا الخير فهاد المنطقه الحمد لله والمغرب كله كيكون بخير وعلى خير وكيكون عام يعني سنه فلاحيه ممتازه. الى جا الخير وجاء امطار الخير وعطى الله الخير ديالو والامطار ديالو المغرب مشى بخير ما تبارك وتعالى الخير في هاد الارض ديال سراغنا ورحامنا هي الارض الكبيره. هو لما جاش الخير اللي الناس راه محلاه. اذا انتم كتوكلوا على الله. توكل على الله. اي اللي كتزرعوا كتحرثوا. زرعوا على الله كل شيء على الله. احنا تنزرعوا زرعه غاليه وحنا غادي متوكلين على الله وتراكتور وحنا غادي نطلبوا الله يمطر يعطينا مطر الخير ان شاء الله نطلبوا الله يعطينا الغيث ان شاء الله ويجعلنا من القانطين هذا الشيء اللي كاين. ان شاء الله نطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يمطرنا بامطار الخير وينشر الرحمه ديالو في هذا البلد الامين. ان شاء الله. اذا متتبعينا كما كتتابعوا معنا في هذا البث المباشر من ضواحي قلعه سراغنا من اقليم قلعه سراغنا كما قلت فبعد تساقطات المطريه كما قلت مشاهدينا تفضل سير سيدي. السلام عليكم. سير بلاتي يا سير يا سير يا سير خلي دن انت صاحب الزرار احكي لنا كيفاش كتتم هذه العمليه ديال الحرث بدايه السنه بعد التساقطات المطريه تفضل. اولا السلام عليكم ورحمه الله. الحمد لله صبت الشتاء كنحرثوا بدينا في عمليه الحرث الحمد لله بخير بدينا فرحه كاينه الحمد لله ديال الشتاء بدينا كنحرثوا الحمد لله الناس كتزرع كتحرث فرحنا بزاف والحمد لله على يعني انتم فرحانين بعد امطار الخير اللي طاحت في المنطقه هنا. نعم فرحانين الحمد لله بخير وعلى خير. وكنتمنوا من الله سبحانه وتعالى باش ينزل الخير وامطار الخير ان شاء الله وتكون بدايه سنه فلاحيه موفقه في جميع ربوع المملكه. نعم كنتمنوا ان شاء الله من الله تعالى يرحمنا ويجيب لنا الامطار من فضله والحمد لله على كل حال اللهم لك الحمد. إذن شكرا لك الله يوفقك نتمنى لكم التوفيق ان شاء الله ونتمنى من الله سبحانه وتعالى باش يمطرنا بامطار الخير. اذا مشاهدينا كما تابعتوا معنا في هذا البث المباشر من اقليم قلعه السراغنة في بدايه هذا الموسم الفلاحي اللي كنطلبوا الله سبحانه وتعالى باش يمطرنا بامطار الخير. اذا مشاهدينا كما شفتوا واحد العدد كبير ديال الفلاحة هنا بالمنطقه اللي بداوا في هذه العمليه ديال الحرث في الاراضي الغير السقويه او الاراضي البوريه كما كيسميوها هنا بالمنطقه.
إذن مشاهدينا نشكركم على تتبعكم خلال هذا البث المباشر من إقليم قلعة أسراغنا، واللي نقلنا لكم من خلاله عملية الحرث في المناطق الغير السقوية بالإقليم في بداية موسم. نتمنى تكون بداية موسم موفقة، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى باش ينشر الرحمة ديالو ويمطرنا بأمطار الخير إن شاء الله، ونشوفوا واحد سنة تكون سنة فلاحية ممتازة بإذن الله. إذن مشاهدينا ما بقى لي إلا نودعكم من ضواحي قلعة أسراغنا، من إقليم قلعة أسراغنا، نلتقي في مباشر آخر إن شاء الله. تحية للجميع.